انا كنت موجود في المسرح وخرجنا سوا يمكن في عربيه واحده، قلت لك انت فاهم انت عملت ايه، انت عارف ده معناه ايه، ممكن ترد عليا وتعيد الرد ده تاني للساده المشاهدين في 90 دقيقه في قناه المحور؟ مش عارف. بص، هو انا يعني كان اللي مسيطر عليا والله يا تامر الغاء، يشهد على ربنا يعني. طبعا انا حالف ان احنا ما نتاثر، يعني هناخد اللي لازم اليوم يعدي في حته تانية. دي توصيه من اعز الناس ليا يعني، خد بالك. وانا دي رغبتي بجد يعني، ان احنا نبعد عن التاثر. كلنا كنا متاثرين جدا والموضوع وقفنا على رجلينا ولازم والموضوع نفرح. كان لا لا لا، الموضوع كان احنا اكن امنا بتموت قدامنا يعني. فاحساس كل المصريين عاشوه وتصوروه، عاشوه لحظه بلحظه يعني. ايوه، انت كنت ممكن ساعتها يعني، لو كان لا قدر الله 30 يونيو الناس يعني. لا مش هتحصل. انا بص، انا نيفر، مش عمر ما جه في دماغي ان مصر هتنتهي. شوف والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، يشهد على ربنا، انا بقول لك انتهاء مصر ده اي حد يشك فيه انه ممكن يحصل، ده معناه انه هو بيشكك في القران وفي كلام ربنا سبحانه وتعالى. لا يمكن مصر هتنتهي، لان مكتوب في القران ان عمرها ما هتنتهي. بس ده كلام قطعي، ما فيهوش شك. انا ما فيش شك، انا بس الخوف ان مصر تتعب، لان مصر خلي بالك تعبت قبل كده في التاريخ. لو بتقرا التاريخ مصر تعبت كتير طبعا، وعانت كتير، وقفت على الجمعية عشان فرخه، وكان البقال ما عندوش الا حته بتاع كده فيها حاجه اسمها فندام ومش عارف ايه. انا كنت طفل وعارف ده، شفت ده قدامي يعني. مش هقول لك انا مواليد التسعينات يعني، لا انا شفت وفاكر فاكر حاجات كتير جدا كانت ناقصه في مصر. ففرحان جدا ان مصر عرفت ان البقال يبقى عنده حاجات كتير للناس، بسكوت وعنده الجمعيه والفرخه دي بقى مش لاقي اللي يشتريها، واخد بالك. وانا ضد ان يبقى في حد ما يعرفش يشتريها، لان ممكن يبقى الفراخ كتير وممكن تلاقي واحد يا عيني يعني الظروف ما حدش عارف يعني، ما حدش ساعده عشان يبقى متوفر له ده جزء وده جزء يعني.